ثلاث نقاط في بداية المشوار مهمة، انك لاعبين كادر تدريبي جديد، تحضيرنا كان متأخر بس الحمد لله وشكر قدرنا نقنع الكادر التدريبي والجماهير العراقية في اول مباراة انه في بطولة غرب آسيا، بطولة مهمة، بطولة تحضيرية للتصفيات، ان شاء الله نقدم مستوى يليق بنا احنا كمنتخب اولمبي العراق، ان شاء الله نحضر ونستعد جيدا للمباراة القادمة ضد الامارات، منتخب الامارات منتخب قوي مميز محترم علينا ان نحترمه ونقدم كل شيء في سبيل انه نطلع بصوره جيده في هذه البطوله. مبروك لمنتخبنا، هارد لك المنتخب الفلسطيني، اول مباراه رسميه في بطوله غرب اسيا، انت مثل ما تعرف يعني الاجواء رطوبه ودرجه حراره عاليه، قدمنا مباراه جميله، مباراه تليق بنا، يعني انت مثل ما تعرف في هكذا بطولات يعني اهم شيء ان تحصل على ثلاث نقاط، يعني الاداء يعني الاداء يعني متصاعد او اداء متنازل، اهم شيء ان تحصل ثلاث نقاط في هكذا بطولات، يعني مثل ما تعرف دور المجموعات عليك ان تتاهل من دور المجموعات، يعني هاي البطوله ان شاء الله مثل ما تعرف بطولة تحضيرية للتصفيات أمم آسيا، إن شاء الله نكون بصورة تليق بنا احنا كلاعبين في المباراة القادمة أمام المنتخب الإماراتي، المنتخب الإماراتي من الفرق الجيدة، يعني احنا لاعبين ضده ونعرف نقاط القوة ونقاط الضعف، إن شاء الله ندخل في كل مباراة بشخصية البطل، أنت مثل ما تعرف يعني المنتخب العراقي له رصيد في هكذا بطولات، إن شاء الله نقدم كل ما لدينا لإسعاد الجماهير العراقية ونسعد إن شاء الله الكادر التدريبي والجمهور العراقي.